السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي أجمل تحية طيبة نهديها لكم أعزائي المشاهدين في كل مكان عبر قناة كويت سبورت من تلفزيون دولة الكويت، ويسعدنا أن نكون معكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم اليومي ما بين السطور لتسليط الأضواء على جديد الصحافة الرياضية سواء المحلية العربية وختاما وكل معتاد مع الصحافة العالمية. فأهلا وسهلا بكم معنا، ومع هذا الفاصل نذهب إلى أهم وأبرز العناوين في الصحافة الرياضية المحلية. نستهل الجولة مع الجريدة التي عنونت النصر يهزم الفحيحيل ويتصدر دوري التصنيف. أما الرايفة عنونت الكويت والسالمية ختام ساخن. أما الأنباء في صفحة رياضية كاظمة يفتقد 5 لاعبين المباراة المقبلة. حياكم من جديد مشاهدينا، وقبل التعمق أكثر في صحفنا المحلية لهذا اليوم يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو الأستاذ والإعلام الرياضي الأستاذ ماجد المهندي للتعليق على بعض الأخبار الواردة في الصحافة الرياضية المحلية. حياك الله أخوي ماجد معنا في حلقة اليوم، وبالتأكيد نسعد بهذا التواصل معاكم في برنامج ما بين السطور. أنا أسعد أبو سعود، والحمد لله يمكن هذه أول حلقة لنا بالاستديو بعد غيبة طويلة. نسأل الله أن يخلص هذا البلد من هذا البلاء إن شاء الله والوباء إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله نقدم شيء يليق بذاقة الجمهور إن شاء الله. إن شاء الله تواجدك ومتابعة الجمهور الكريم بتكون الإفادة الكبيرة. يعني نبدأ معاكم مشاهدينا جولتنا الرياضية المحلية من جريدة الجريدة والتي عنونت النصر يهزم الفحيحيل ويتصدر دوري التصنيف. صعد فريق النصر لكرة القدم إلى صدارة دوري التصنيف مؤقتا بفوزه على الفحيحيل بهدف من دون رد في المباراة التي جمعت بينهما أمس ضمن منافسات الجولة الثامنة. ووصل العنابي للنقطة 17 متجاوزا القادسية الذي احتل الصدارة قبل انطلاق الجولة بفارق نقطتين، في حين تجمد رصيد الفحيحيل عند 9 نقاط. هدف العنابي سجله مشعل فواز في مباراة نجح فيها النصر أن يكون الطرف الأفضل وسط تراجع الفحيحيل للدفاع وعدم قدرة المهاجمين سلمان برمية ومحمد نعيم الوصول إلى شباك حارس النصر خليفة الحيل. رجعنا معكم مشاهدينا والأخبارنا الرياضية، ونجدد التحية والترحيب للأستاذ الإعلام الرياضي الأستاذ ماجد المهندي. أستاذي، النصر يتغلب على الفحيحيل ويتصدر دوري التصنيف، تعليقك وتعقيبك على مباراة الأمس. لا شك أن مباراة فريق النصر قاعد يقدم، مش مباراة أمس، قاعد يقدم من بداية الدوري مستويات مميزة وملفتة للنظر، ختمها بتصدر الدوري. صحيح. أحمد عبد الكريم والمحترفين واللاعبين قاعد يقدمون درس ويقدمون مستوى ويقدمون يعني إبداع إن صح التعبير. أنت تتكلم عن النصر كان ينافس في المواسم الأخيرة على الهبوط. صحيح. كان النصر بعيد جدا عن المنافسة على اللقب. صحيح. بعيد عن المنافسة على المراكز المؤهلة إلى البطولات الخارجية. أعتقد عبد الحميد عبد الكريم مدرب وطني اكتسب خبرة في نادي الجهراء، اكتسب خبرة في نادي صليبيخات. نعم. أعتقد صقل الخبرة هذه وظفها وفرت لإدارة النصر، لذلك نشوف إبداع. وأعتقد إحنا كرياضيين كسبنا مدرب كبير وطني بحجم أحمد عبد الكريم، تكلم عن أرقام مش قضية عاطفة. نعم. الرجل تعادلين وفوز، إلى الآن لم يخسر، عليه هدف واحد بعد نهاية الجولة السابعة، لعب 7 مباريات. نعم. هدف واحد، تتكلم عن يعني شباك نظيفة لا يقل عن 6 مباريات كانت شباك نظيفة. أعتقد هذا يسجل للمدرب التنظيم الدفاعي عبد الرحمن نزي روبن. عبد الرحمن يمكن بالقادسية ما شفناه يلعب أساسي كذا موسم. أحمد عبد الكريم عطاه الفرصة لعب أساسي. نعم. مع المحترف قاعد يقدموا مستويات مميزة. نتكلم عن خط الهجوم، نتكلم عن مشعل فواز مواهب، طلال عجمي، خالد شمان في النص. نعم. المحترفين قاسم الزين مع بهاء القوة أو الورق الرابح للأمانة اللي لاعب خبير منتخب الأرد. نتكلم عن سيد ضياء. نعم. نتكلم عن المحترف اللي مع الأيام يمكن إلى الآن ما قدم مستوى سالم فتحي، ولكن مع الأيام القادمة يمكن راح نشوفه بصورة أفضل. أعتقد لازم يعرفون الفرق أن هذا مش دوري تصنيفي. النصر تصدر، الفوز يجر فوز، هذه حالة نفسية يمكن يعيشها النصر توصل إلى أبعد مدى. إذا بدأ الدوري ممتاز اللاعبين كل شيء يصير بالفريق يتغير. صحيح. الحالة بالنادي تتغير. الفوز هذا والصدارة
مش شيء بسيط اذا ختمها احنا عبد الكريم ان شاء الله. وقد تقدم احنا كمحايدين نستانس اذا في النصر فريق رجع الى منافسه اكثر بين منافسه الفرق. يعني التقليديه القادسيه الكويت السالميه صحيح. الثاني ثالث اعتقد دخول النصر هذا شيء طيب شيء مفرح صحيح. يحفز الانديه الثانيه صحيح. نقول تمنى لهم كل خير ونشيد على الاداره اللي وفرت لنا عبد الكريم ومدير الكره ذكي مثل فيصل العدواني لاعب سابق. اعتقد الجهاز الفني والاداري متناسق مع اللاعبين قاعد تشوف ابداع في نادي النصر وصداره. نعم طولنا مع نادي النصر حاليا ولكن يستحقون اللي قاعد يقدمونه بالتاكيد. تفوق النصر وصدارته مسبباته بدايه وشنو نقاط القوه اللي خلت النصر الان في صداره تصنيف او دوري التصنيف الكويتي؟ شوف النصر من زمان يملك اسماء، تتكلم عن لاعبين منضمين مش عارف فواز تو منتقل من قادسيه، تتكلم عن خالد شامان لاعب في المنتخب، تتكلم عن سلام برمي حتى المعار، تتكلم عن وجه جديد اسمه محمد دحام قاعد يقدم مستويات مميزه، طلال العجمي خلال المواسم الاخيره قاعد يقدم مستوى مميز، تتكلم عن المحليين الان ما تكلم عن المحترفين. هذه قوه مع نوعيه المحترفين اللي اختارها عبد الكريم احمد عبد الكريم مدرب وطني مع توفير الاداره اللي يحتاج المدرب، المدرب يرتاح اذا وفرت احتياجات كامله بتشكي. انا اقدم لك نتائج بعد توفيق الله. اعتقد المدرب مسك لاعبين موهبين مع محترفين في نوعيه ممتازه خلق التوليفه هذه. هل قاعد تشوف الابداع؟ هاي مصادر قوه، عنده محترفين على مستوى عالي حاليا، عنده لاعبين مواهب على مستوى عالي. اعتقد قاعد يقدم ميكس مو طبيعي بالملعب، قاعد تشوف ارض، قاعد تشوف مباريات. لا تقول لي ملعب مع فرق كبير، رجل تعادل مع الكويت صحيح. تعادل مع كاظمه، فاز على السالميه صحيح. اعتقد هذا قاعد يقدم نفسه حتى امام الفرق الكبيره وقاعد يفوز في المباريات الباقيه. الدليل صدارته احمد عبد الكريم والاداره هي سر القوه مع المحترفين واللاعبين الموهوبين. منظومه كامله، ما قاعد تقول هذا افضل وهذا افضل، منظومه متكامله هي اللي سر تفوق نادي النصر. بشكل سريع بالحديث عن الاداره، إذا ما خانتني الذاكرة قريت تصريح حق رئيس نادي النصر بأن النصر قادم بقوة، رأيك في هذا التصريح؟ طبعاً هذا تصريح للاعبين أنه قادم بقوة بحكم النتائج، ولكن بدري يبقى إن شاء الله نتمنى حالة نادي النصر هذه تستمر إلى نهاية الدوري زائد يدخل الدوري الممتاز في حالة فنية ممتازة. راح تنعكس على الدوري الممتاز وعلى الفريق. بالتأكيد نتمنى التوفيق للجميع. نكمل معاك أخبارنا في الدوري المحلي وتحديداً دوري التصنيف ومع أخبار الجولة الثامنة، وهذه المرة مع جريدة الراية التي عنونت الكويت والسالمية ختام ساخن يشهد ختام الجولة الثامنة من دوري STC التصنيفي لكرة القدم. اليوم مواجهة ساخنة تجمع الكويت حامل اللقب في المواسم الأربع الأخيرة مع السالمية ثالث النسخة الماضية، فيما يلتقي الجهراء مع اليرموك متذيل الترتيب في قمة مواجهات الجولة. وفي قمة مواجهات الجولة يسعى كل من الأبيض والسماوي اللذين يتساويان برصيد 12 نقطة لكل منهما مع خوض الأول مباراة أقل إلى تحقيق الفوز والاقتراب من قمة الترتيب. ما زلنا مستمرين معكم مشاهدينا في أجواء الصحف الرياضية المحلية مع الأستاذ ماجد المهني للإعلامي الإعلام الرياضي. أستاذي ما زلنا في أجواء الجولة الثامنة من دوري STC التصنيفي، لقاء القمة اليوم ما بين الكويت والسالمية. لا شك إن بلقاء قمة يمكن نقاط الفريقين ما تبين يعني حجم الفريقين 12 نقطة بعيد عن الصدارة، يعني فارق نوعا ما يعتبر كبير بالنسبة للفرق اثنين الكويت والسالمية تنافس وحتى شارك القادسية. الكويت السالمية شارك القادسية في احتلال المركز الثاني خلف الكويت بطل حامل لقب أربع مواسم نعم فوز السالمية المتأخر على القادسية الجولة الماضية، ولكن حتى متابعين السالمية نعم فوز ولكن مش العرض اللي المطلوب من جماهير السالمية المطمئن، ولكن الفريق قاعد يحقق نتائج وصل النقطة 12 نعم المطلوب أكثر. مباراة اليوم فرصة للفريقين، فرصة للكويت لنوعا ما طمأن جماهيره، عودة المحترف للأمانة اللي سجلوه متأخر يعني للتهديف يمكن اشتهر بالعكايش انه يضيع فرص هدفين مع اليرموك في التجارب السابقة طبعا، ولكن انتهى من انه يتوفق مع الكويت هداف كبير هداف لاعب بالوطن العربي. اذا توفق مع الكويت راح يكون ورقة رابحة، عودة جمعة سعيد. الكويت يملك من الأسماء يوسف ناصر أحمد زنكي فيصل صحيح. أسماء يعني يمكن تغلط أو تعد وتنسى من كثرة صحيح. النجوم صحيح. بس يحتاجون التوليفة، يحتاجون العرض اللي يطمئن الجماهير، العرض اللي يقول نعم دوري تصنيف أعطى فرصة لبعض الشباب أنهم يلعبون في الدوري التصنيف هذا في استعداد ممتاز. مباراة قمة ساخنة بين السالمية والكويت، الكويت يطمئن جماهيره وحصد النقاط والسالمية أيضا لاستغلال حالة الفوز اللي فاز فيها القادسية
واستغلالها من الكويت كمدرب وطني جديد ايضا محمد المشعان نعم. بنشيد فيه يتمنى نقدم اليوم نشوف مباراه جميله بين الفريقين لانها قمه ساخنه للامانه الكويت السالميه. ادري ان دوري تصنيف ولكن الفوز مهم والفوز مطلوب في مثل هذه المباريات. بالحديث عن الساميه وتحقيقه للفوز في المباراه الاخيره امام القادسيه، الكل اشاد بالكابتن محمد المشعان وقراءه المباراه، شلون تشوف اليوم محمد المشعان امام الكويت؟ اعتقد محمد المشعان قدم فريق السالميه. هل قدم نفسه كمدرب تشوفه خلال الجولات الماضيه؟ قدم نفسه مع الجهراء الامانه في نعم. صعد في الجهراء الممتاز نعم. مش شيء جديد محمد المشعان مع السالميه قاعد يخوض تجربه جديده نعم في الجهراء كان بالدرجه الاولى السالميه دوري نجوم له تجربه سابقه في القادسيه، ولكن اعتقد محمد المشعان قاعد يقدم نفسه بشكل مميز. نتمنى له التوفيق في قادم الايام، ولكن العرض مثل ما قلت لك انا شفت المباراه ما كان العرض، كان السالمية لا جاء الدفاع يعتمد على الهجمة المرتدة، استغل أحد الهجمات بهدف جميل لحسين الموسوي وفابيانو وحافظ على الفريق وكان في تبديلات ساعدته على الفوز والتمسك في ثلاث نقاط. فأعتقد محمد المشعان شيئا فشيء صعب الحكم حاليا 12 نقطة صعب الحكم في نهاية دوري التصنيف، نوعا ما تلقى تقيم مسار السالمية، النقاط اللي وصلها السالمية، التارجت اللي حاطين إدارة السالمية دور التصنيف، يعني صعب الحكم، ولكن العروض هي تخلينا نشيد بالمدرب مثل ما شدنا مع عبد الكريم نشيد محمد المشعان حاليا فوز على القادسية، ولكن مع نهاية دور التصنيف تستطيع أن تقيم بشكل كامل. يعني كيف تقيم مستوى مدرب نادي الكويت الهولندي رد كرول؟ إلى الآن مدرب نادي الكويت إلى الآن لم يقدم العرض المأمول. لم يقدم يمكن نقص المحترفين، إصابة المحترفين، الحجر اللي موجود فيه جمعة سعيد نعم. أوراق الأسلحة اللي عنده ليست كاملة نعم. يعني استعان في ضاحي وانا من الجهارة انتقالات مع يوسف ناصر لاعب محلي الآن نعم. عنده خيارات متعددة، إلى الآن لم يخلق التوليفة، يمكن بما قلت لك دوري تصنيف مخلي المدرب يجرب أكثر من خيار أكثر. إلى الآن جماهير الكويت غير مطمئنة وما شافت الفريق بهيئة الأساسية بالصورة الأساسية بالتشكيلة الأساسية اللي تملك المحترفين واللاعبين المحليين اللي يمثلون المنتخب. فإلى الآن التوليفة هذه حتى أي رياضي وجماهير نادي الكويت قلقة إنها ما شافت العرض المأمول، العرض اللي يناسب هالإمكانيات وإمكانية حجم التعاقدات اللي قام فيها نادي الكويت. صحيح، نتمنى التوفيق كذلك للفريقين الكويت والسالمي في قمة اليوم في الدوري التصنيف. ونواصل معكم مشاهدينا أخبارنا الرياضية المحلية، وهذه المرة مع صحيفة الأنباء والتي عنونت كاظمة يفتقد خمسة لاعبين المباراة المقبلة. سيفتقد كاظمة خدمات خمس لاعبين في مواجهة خيطان بالجولة الثامنة من دوري SCC التصنيف الجمعة المقبل، حيث لن يشارك لاعب الوسط الهولندي ريموند جياسي وخالد العبيد لإصابتهما في العضلة الضامة ويحتاجان لراحة، فيما تحصل كل من حمد حربي وعبدالله الجزاف والإسباني بابلو جانت على البطاقة الصفراء الثالثة في مواجهة برقان أول من أمس التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وبالتالي لن يتمكنوا من المشاركة في المواجهة للإيقاف. وما زلنا مستمرين معكم مشاهدينا في أجواء الصحف الرياضية المحلية ومع أخبار دوري SCC دوري التصنيف مع الأستاذ ماجد المهندي الإعلام الرياضي. أستاذي، مواجهة كاظمة وخيطان وتحديدا كاظمة، بالحديث أولا عن كاظمة، نجد فريق متذبذب من مباراة إلى أخرى، وآخر مباراة مع برقان وتعادل 1-1، أسباب هذا التذبذب في فريق كاظمة؟ لا شك ان كاظمه قدمنا هذا الموسم بشكل مختلف، قدم في كاس الامير وجوه شابه قدمت مستويات مميزه، وصل الى قبل نهائي كاس حضره صاحب السمو كان قريبا وقاب قوسين وادنى من وصول النهائي بوجوه شابه بعناصر شابه نعم. لما قلت الغيابات الخمسه انا عندي بالنسبه لي الى الان غياب حمد حربي وغياب الجزافي وغياب العبيد اهم عندي من غياب المحترفين حاليا نعم. لان ما شفنا منهم نوعا ما المستوى المقبول. المحترف لازم نعرف ان المحترف لازم يكون اعلى كفاءه واعلى قيمه فنيه من اللاعب الكويتي حتى تتم الاستفاده الكامله. صحيح. الان المحترفين كاظمه الى الان لم يقدموا المستوى المامول المتوقع من كاظمه اللي يحاول مع جيل الشباب، اعتقد لازم نوعيه محترفين خاصه، محترفين خبره، محترفين، لان فريق كاظمه فريق شاب الان. صحيح. يحتاج لاعبين يقودون الفريق، يقودون هذه الشباب. كاظمه طبيعي نقول لك دوري تصنيف، نرجع نتأمل بعد نهاية دوري التصنيف. كاظمة 14 نقطة، موقع نوعا ما طيب، باقي له 6 مباريات، يمكن من أكثر الفرق اللي لعبوا مباريات، لعبوا 8 مباريات نعم. باقي له 6 مباريات فقط، فنتأمل بعد دوري التصنيف أن يكون الفريق
اللي عهدناه في كأس الأمير مع تدعيم المحترفين نعم. نوعية ممتازة ونوعية تحاول تساعد الفريق للوصول أحسن من كاظم اللي 11 سنة 12 سنة غير. نفس الحالة في الدوري متذبذب مباراة زين ومباراة مو زين. أنت أمل كنقاد أن يكون كاظم يعود إلى كاظم سابق عهد كاظم السفير كاظم الكرة الشاملة. أتمنى أسماء محلية ممتازة فرضت نفسها مش على المنتخب وفرضت نفسها بتشكيلة المنتخب صحيح. فنتمنى الفريق هذا يكون ما يروح يعني ما يظلم المحترفين أقل مستوى. الكل يذكر أيام فواز بخيت وبدر كنجي غياب الخماسي عن كاظمة تأثير على المباراة طبعا له تأثير. أنا عندي قلت غياب الثلاثة هو له تأثير قوي جدا لكن كاظمة فريق قادر في كاظمة فريق الشباب الخير في البقية الموجودين ناصر فرج خبرة لاعبين خبرة عنده في إمكانهم تعويض النقص نعم. المباراة قلت لك مع فريق نوعا ما قاعد يقدم من مباراة أخرى وضع النقط مش ولا بد خيطان ولكن كاظم أعتقد كفته على وقادر أنه يتخطى المباراة الجاية رغم غياب الخماسي. رأيك في اللي يقول بأن كاظم أمام الفرق بين قوسين يعني الفرق متذيلة الترتيب أو الفرق الصغيرة دائما ما يقدم مستويات متذبذبة أمام الفرق الكبيرة تلقاه حاضر. رايك في هذا كاظم والله كاظم قلت لك 11 سنه حاله خاصه كان يقدم مباراه سواء فريق كبير او فريق صغير مباراه زين ومباراه مو زين. كاظم 11 سنه هذه طبيعته او هذه حالته في الدوري اتكلم نعم. كاظم فريق مختلف. كاظم الى الان غايب عن بطوله الدوري اللي كان يعني منافس شرس سنوات طويله كاظم الى ان علت الدوري يصعد اول موسم نص الموسم يعني تصيب الفريق حاله قريبه جدا فانت امل مع الوجوه الشابه مع اعتزال بعض اللاعبين مع العناصر اللي قدمت نفسها في كاس الامير انها تقدمنا كاظمه مختلف ان شاء الله. نتمنى عوده كاظمه وبالتاكيد هي عوده كذلك للكره الجميله في الدوري المحلي. كل الشكر للاستاذ ماجد المهندي الاعلام الرياضي. شكرا لك استاذ على تواجدك معي في حلقه اليوم شرفتني واسعدتني بالتاكيد. شاكر لك ابو سعود وانا اسعد. شكرا لك استاذي. مشاهدينا بعد الانتهاء من جولتنا المحليه لهذا اليوم نتوقف قليلا مع ابرز العناوين في الصحف الرياضيه العربيه. نبدأ مع الرياضية السعودية التي عنونت الفتح يضرب الاتفاق ويخطف الثالث. أما الراية القطرية فعنونت قطار دوري نجوم يستعد لدخول منعطف صعب. أخبار الخليج البحرينية فعنونت بدء وصول سائقي الفورمولا 1 استعدادا لانطلاق جائزة البحرين الكبرى. حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعين معكم في أجواء الصحف الرياضية وهذه الجولة مع الصحافة العربية وأولاها من صحيفة الرياضية السعودية والتي عنونت الفتح يضرب الاتفاق ويخطف الثالث. ألحق فريق الفتح الأول لكرة القدم بمضيف الاتفاق الخسارة الثالثة على التوالي بعد أن اكتسحه برباعية نظيفة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام في ختام مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين قمة الرياض. سجل للفتح الجزائري سفيان بن دبكة في الدقيقة 17 من ركلة الجزاء ونواف البوشل في الدقيقة 30 وعلي الزقعان في الدقيقتين 37 و63 ليرتفع برصيده النقطي إلى 10 نقاط ويقفز إلى المركز الثالث بينما بقي الاتفاق عند 6 نقاط وتراجع إلى المركز 11 في جدول ترتيب المسابقة. ومن آخر أخبار الصحف الرياضية السعودية إلى آخر الأخبار الرياضية في الصحف القطرية وتحديدا مع الراية القطرية التي عنونت قطار دوري النجوم يستعد لدخول منعطف صعب. يواصل دوري نجوم QMP منافساته القوية ويصل إلى المحطة السابعة والتي تعد بمثابة الوصول إلى ثلث محطاته وفيها تزداد الأمال والطموحات عند الأندية في البحث عن الأفضل. وسوف تفتتح الجولة مساء غد بمواجهة تجمع بين السيلية والوكرة ثم لقاء الأهلي والريان ثم اللقاء الثالث بين قطر والعربي وتستكمل منافسات الجولة يوم الجمعة بإقامة ثلاث مباريات أيضا ويلعب في الأولى الغرافة مع الخور ثم السد مع المصلال وآخر مباريات الجولة بين الدحيل والخريطيات.
أما آخر صحفنا في الصحافة العربية ستكون مع أخبار الخليج البحرينية، والتي جاء فيها في العنوان: بدء وصول سائقي الفورمولا 1 استعدادا لانطلاق جائزة البحرين الكبرى. أيام قليلة تفصل حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط عن استضافة سباق الفورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2020، والذي سيقام نهاية هذا الأسبوع من الجمعة حتى الأحد الموافق من 27 وحتى 29 نوفمبر الجاري. السباق الذي يعد النسخة 16 لاستضافة مملكة البحرين لبطولة العالم للفورمولا 1، والجولة 15 من أصل 17 جولة لموسم 2020، حيث بدأ بالأمس سائقي وفرق البطولة العالمية الفورمولا 1 بالوصول لمملكة البحرين إلى جانب عدد من فرق ومسؤولي بطولة العالم للفورمولا 1. بالتأكيد كل الدعوات والأمنيات الإيجابية للقائمين على رياضة سباق السيارات في مملكة البحرين الشقيقة بالتوفيق وتقديم صورة مشرفة. بالتأكيد هم قد وجدوا صورة مشرفة لهذا الحدث الرياضي العالمي سواء للبحرين أو لمنطقة الخليج بشكل عام، لعشاق رياضة سباق السيارات بالتأكيد. مع أخبار الخليج البحرين مشاهدين، ننهي جولتنا في الصحف المحلية وكذلك العربية لننتقل إلى الصحافة العالمية من بعد هذا الفاصل. بداية مع التايمز، فرنانديز ينافس نفسه. أما الموندو فعنونت ديست يحفر اسمه في تاريخ البارسا. أما صحيفة توتوسبورت الإيطالية فعنونت الدون يعادل إنجاز ميسي القياسي. حياكم الله من جديد مشاهدي، وصلنا معكم إلى آخر جولاتنا الصحفية مع الصحافة العالمية، وبدايتها من صحيفة التايمز التي عنونت فرنانديز ينافس نفسه. سجل الدولي البرتغالي برونو فرنانديز هدفين في انتصار فريقه مانشستر يونايتد على ضيفه اسطنبول باشاك شهير 1-4 ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وفقا لما ذكرته شبكة إحصاءات أوبتا، فقد ساهم فرنانديز في إحراز 34 هدفا في 35 مباراة بقميص مان يونايتد بواقع 21 هدفا و13 تمريرة حاسمة، أكثر ب16 هدفا من أي لاعب آخر بالفريق في الفترة نفسها. وأبرزت صحيفة الموندو في العنوان التالي: ديست يحفر اسمه في تاريخ البارسا. سجل الدولي الأمريكي الشاب سيرجينيو ديست ظهير أيمن برشلونة أول أهدافه بقميص الفريق الكتالوني بعدما هز الشباك دينامو كييف الأوكراني وانضم ديست لصفوف البارسا في الميركاتو الصيفي الأخير قادما من أياكس أمستردام الهولندي. وبحسب شبكة أوبتا للإحصاءات، فقد أصبح ديست أصغر مدافع يسجل البارسا في دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، وجاء هدف ديست عن عمر يناهز 20 عاماً وواحد وعشرين يوماً. وما زلنا مشاهدين مستمر معكم في أجواء الصحف العالمية وأجواء دوري أبطال أوروبا. وأخيراً كشفت صحيفة سبورت الإيطالية في العنوان التالي: الدون يعادل إنجاز ميسي القياسي. استطاع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي تسجيل هدف التعادل لفريقه أمام فرانك فاروزي النمساوي مساء أمس الثلاثاء في منافسات فرانك فاروزي المجري مساء أمس الثلاثاء في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وذكرت شبكة أوبتا للإحصاءات أن كريستيانو سجل 70 هدفا في مباريات التي يخوضها بملعبه ببطولة دوري الأبطال. وأضافت الصحيفة أن الدون عادل بذلك الرقم القياسي المسجل باسم ليونيل ميسي نجم برشلونة، والذي سجل 70 هدفا على ملعب فريقه بالمسابقة.
ومع صحيفة توت سبورت مشاهدينا في جولتنا الرياضية أو الصحفية الرياضية في مختلف الصحف المحلية العربية وكذلك العالمية، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة الغد مع آخر الأخبار الرياضية في مختلف الصحف. إلى ذلك الحين طبتم وإلى اللقاء.